Okay, we are live now. Mm-hmm. We are live now. أعتقد إحنا كده live. مساء الخير جميعا. السلام عليكم، برحب بكم جميعا في أول حلقاتنا من السيريس بتاعة COVID-19 and the heart. بعرفكم نفسي، أنا محمد رشاد، أخصائي طب طوارئ في جمهورية مصر العربية، واسمحوا لي هبدأ أول ثلاث دقايق بأن هقلبهم إنجليزي عشان زمايلنا اللي الحقيقة متابعين معنا على الجروب اللي هم متحدثين باللغة الإنجليزية، وبعد كده هنرجع عربي تاني عشان الناس ما الهدف الرئيسي إن الناس تسمع الكلام ده بالعربي. فخليني الأول هسويتش أون للغة الإنجليزية مجرد المقدمة. ف good evening everyone and I wish you a good day. Hope everything is going well and staying safe. Welcome to our series COVID-19 and the heart. This is the first episode of this series. This series is trying to answer a lot of questions regarding the COVID-19 and its relation and connections to the heart problem and complications. Regarding the language of this series, it's going to be in English regarding the knowledge and presentations, but it's going to be in Arabic regarding discussions and questions. So if you are not an Arabic speaker, please stay tuned and stay with us at this series, as all you're going to miss is my sense of humor and my silly jokes, which is a great loss, I know, but non-comparable, of course, to the knowledge and the research we're going to present in this series. So let's start, and our series is about COVID-19 and the heart, and the best one to answer our questions regarding this is Dr. Hisham Ashraf. Dr. Hisham Ashraf is emergency consultant and Hampshire Hospital in UK, and he's the cardiology lead at the department and one of the well-known emergency cardiologists or emergency physicians who are interested in cardiology in UK and maybe worldwide. So Dr. Hisham, welcome to our series. Welcome Dr. Mohammed, it's an honor to be with you. وخلينا نرجع بقى للعربي يعني الحقيقة ده شرف كبير لينا دكتور هشام. ودكتور هشام خلينا نبدأ بالأسئلة التقليدية زي ما بقولوا كده امتحان الوزارة، والأسئلة التقليدية اللي هي هو إيه الكوفيد 19، جاي منين الفيروس ده، في ري انفكشن ولا لا، بيتنقل عن طريق الأسطح ولا لا، هو دروبليت ولا ايربورن، مجموعة الأسئلة اللي هي frequently asked questions عشان نخلصها مبدئيا عشان ننتقل إلى our concern وهو الـ. طيب خلينا نتفق بس في الأول على حاجة قبل ما نبدأ، إن إحنا بنتكلم على مرض يعني عمره في العالم 7 شهور، فالأسئلة دي مش تقليدية قوي، لأن هي كل يوم بتتغير، لأن كل يوم الريسيرش بيطلع حاجات جديدة إحنا ما كناش عارفينها، فده اللي بيخلي الأسئلة دي بتتكرر كتير، لأن كل ما بنفتكر إن إحنا وصلنا الإجابة بنلاقي لا، ان لسه في كمان الريسيرش بيطلع انسرز مختلفه. فخلينا نجو ثرو كويكلي كده الفريكوينتلي اسك كويستشنز ونشوف اللي نقدر نجاوبه منها. وبرضه خليني اوضح نقطه ثانيه مهمه، ان انا يعني انا اكيد مش هعتبر نفسي اكسبرت في التوبيك، انا كل ما في الموضوع ان انا انترستد بالتوبيك وحاجه بشوفها في شغلي فقريت عنه شويه، فاحنا هنتناقش من خلال قرايتي دي. فخلينا نبدا ب يعني ايه هو الكورونا فيروس. الكورونا فيروس دي عباره عن فاميلي كبيره من الفيروسز، خدت اسمها من الكراون لايك سبايكس اللي على السيرفيس بتاعها زي ما هو في الصوره قدام. خلينا معلش نبعد الصوره دي من الطريق. الهيومن كورونا فيروس عاده بتيجي بريسبيراتوري تراكت انفكشن، وعاده بيبقى مايلد انفكشن، ده اللي احنا متعودين عليه منها. لكن ابتدت في الفترة الأخيرة تظهر من العيلة دي مجموعة أفراد كده ابتدوا يشزوا ويعملوا أمراض أعنف شوية. كانت بداية الموضوع ده في سنة 2002 لما ظهر لنا السارس من الصين، وبعديها في 2012 ظهر لنا من السعودية الميرس الميدل إيست ريسبيراتوري سيندروم.
الاثنين دول من نفس عيلة الكورونا فيروس، لكن الحقيقة كان تأثيرهم أعنف كتير من الحاجات اللي احنا متعودين عليها من العيلة دي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول، هل الكوفيد 19 ده تايب من الكورونا فيروس؟ لا خالص، الكوفيد 19 ده مش فيروس، ده المرض. فعشان بس نبقى بنستخدم المسميات صح، كوفيد 19 ده اختصار كورونا فيروس ديزيز 2019، لان الفيروس ده فيرست ريبورتد في ديسمبر 2019. الفيروس نفسه اسمه سارس كوفي 2، اللي هو السيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس 2، وخد الاسم ده في 11 فبراير 2020. فده عشان بس نبقى بنسمي الاشياء باسمائها. يعني ده عباره عن ار ان اي فيروس، الجينوم بتاعه بيسجست ان هو جاي من بات اوريجين، ولقوا ان هو يعني فيري سيميلر للفيروس اللي هو السار كوفي اللي هو عمل السارس ديزيز في 2002. السؤال اللي بعد كده بيبقى، هل الفيروس اللي هو بيعمل الكوفيد 19 confirmed to be a new virus، ولا ده فيروس قديم بس وبيبيهيف ديفرنتلي؟ الحقيقة هو نيو فيروس، الجينوم سيكونس بتاعه أثبت إن هو نيو فيروس. طيب إيه الكيس فيتاليتي ريت بتاعته؟ هو السؤال يعني إيه كيس فيتاليتي ريت في الأول؟ الكيس فيتاليتي ريت دي عبارة عن وسيلة لقياس شدة الأمراض اللي بيسببها فيروس. دي بيمجر الكيس الكيسز هو داي فروم ا كونديشن. فكل ما الفيس فيتاليتي الكيس فيتاليتي ريت بتاعه ديزيز بتبقى اعلى، كل ما ده معناه ان المرض ده بيموت اكتر، المرض ده اشرس، فده انديكيت لهاو سيفير ا كونديشن از. بالنسبه للسارس ده كان 10% الكيس فيتاليتي ريت بتاعته، الميرس 37%، كوفيد 19 من 4.1 لحد 15.7، والكلام ده لحد ماي 2020، وده رينج واسع قوي. والسبب دوت ان لسه احنا كل يوم بنكتشف حاجات جديده عن الفيروس. احنا لاحظنا ان هو البيهيفير بتاعه بيختلف بشكل كبير جدا على حسب حاجات كتيره جدا، على حسب البلد اللي هو ظهر فيها، لان ان هو اتعامل بشراسه عنيفه في ايطاليا مثلا، في حين في بلدان تانية قريبه من ايطاليا في المناخ وفي البوبوليشن وما تعاملش معاها بنفس الشراسه، ومحدش فاهم ليه، لان ان هو بيتعامل في الديفرنت ايج جروب بشكل مختلف خالص. يعني بص مثلا على الستادي دي، الستادي دي طلعت من ال 12 في اللانسيت، وبتقول لك ان هو لو ناخد بالنا كده هنا لحد الخط ده لحد ايج 60 سنه، الكيس فيتاليتي ريت 0.32%. فالكيس فيتاليتي ريت قليله جدا طول ما احنا تحت 60 سنه. مجرد ما بنوصل ل 60 سنه ونوصل لحد 80، فجاه الدنيا بتجامب، لنلاقي كيس فيتاليتي ريت 13.4. وفي بقى ثيوريز بتقول لك ايه اللي حصل بعد سن ال 60 عشان يؤدي الى النتيجه دي، ليه الفرق العنيف ده في الكيس فيتاليتي ريت بعد سن معين. فبما ان لسه الموضوع تحت الدراسه، فبنلاقي ان الرينج بتاعنا واسع شويه. طيب ازاي الفيروس ده بيتنقل؟ هو دروبلت انفكشن زي معظم الريسبيراتوري فيروسز. ولقوا الجينيتك ماتيريال بتاعته موجوده ايزوليتد من الستول بتاع الهيومنز، بس على حد علمي ما ثبتش لسه اذا كان ده وسيله لانتشار المرض ولا لا، لكن هو اللي ثابت علميا ان هو دروبلت انفكشن. طيب بيقعد قد ايه على الاسطح؟ والله على حسب طبيعه السطح، وعلى حسب درجه الحراره، وعلى حسب الهيوميديتي، وعلى حسب اللايت، وفي كلام اللي هو على حسب اضاءه الشمس، لان في كلام عن الالترا فايلت ريز بتاثر عليه، فبيتراوح من ساعات الى حد ايام. والفيروس ده سنسيتيف للحراره، فالمفروض ان هو الكوكينج تمبريتشر والجود فود هايجين كفايه عشان ان هو يقفل الترانسميشن بتاعه. طيب السؤال اللي بعد كده، هو انا لو جالي وخفيت منه ينفع يجي لي تاني؟ ما اعتقدش ان حد يعرف، لان لسه زي ما قلنا فتره المرض على مستوى العالم بسيطه، فمفيش حالات كفايه نقدر نقول هي خفت وبعدين درسناها نشوف رجع لها تاني ولا لا. لكن بالنظر لبقيه الفيروسات المماثله من نفس العيله، لقينا ان هو عاده الاميون سيستم بيبقى ليه ريسبونس، وبيبقى فيه شويه اميونيتي بتطلع للمرض، لكن المتوقع انه مش هيبقى لايف لونج اميونيتي، لكن هتقعد قد ايه وهتبقى يعني اميون، يعني لما ما يجيليش تاني ولا يجيلي بشكل اضعف، ما افتكرش ان حد عنده اجابه السؤال ده لحد دلوقتي. دكتور هشام، فيما يتعلق بقى هو الفيروس ده بيعمل ايه في الجسم،
وليه بنشوف منه حالات ديدلي كده اند اورجان دامج عنيف؟ هل في ثيوري دلوقتي على الاقل مبدئيه تشكلت للموضوع ده؟ طيب ده سؤال جميل. احنا دلوقتي بنتكلم على هو بيدخل منين، وخلينا ناخدها لك كده السكه بتاعته من الاول ونشوف هو ايه اللي بيحصل. هو بيدخل منين وبيعمل ايه لما بيدخل؟ عشان نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل محتاجين معلش نرجع كده بالذاكره شويه للصوره الجميله دي. احنا الصوره دي عدت على بعضنا من سنين طويله، وعدت على بعضنا من سنين قصيره، بس ده الرنين انجيتنسن الدستيرن سيستم. مش هينفع نفهم الكورونا فيروس بيشتغل ازاي من غير ما نفهم الرسمه دي. فخلونا نبدا مع بعض هنا بالانجيوتنسينوجين اللي بيطلع من الليفر. الانجيوتنسينوجين ده بيحصل له شكل من اشكال الاكتيفيشن عن طريق الرنين اللي بيطلع من الكيدني ويتحول الى انجيوتنسين 1. انجيوتنسين 1 بيتحول الى انجيوتنسين 2 عن طريق الانزيم ده، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم. ده موجود في اللونجز وفي الرينال اندوثيليوم، وبيحول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1. معلش نركز في الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ده عشان ده مهم وهنرجع له تاني. وصلنا الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ده بقى يعني ليه اكشنز على مستوى الجسم كله مهم ان احنا نبقى عارفينها. الموضوع ببساطه من غير الدخول عشان هو لسه في تعقيدات تانيه في الفيسيولوجي في الحته دي، بس هو الانجيوتنسين 2 بيشتغل على 2 ريسبتورز، واحدة منها بتعمل حاجات كويسة للجسم وواحدة منها بتعمل حاجات وحشة. ده الموضوع ببساطة. تأثير الانجيوتنسين 2 بيبقى mainly sympathetic stimulation و salt water retention، وبيعلي الضغط. فهو بيعلي الضغط بيزود ال salt water retention، بيزود الانتيديوريتيك هرمون فيعمل لي water retention، فالاوتكم بتاعي ان الضغط بتاعي بيعلى وبيحصل لي salt water retention. ونتيجة ان كمية الحاجات دي السولت والووتر ريتنشن اللي حصل لي ده، الفيدباك بتاعه على الكيدني ان هو هيقول لها ما تطلعيش رينين عشان خلاص احنا استكفينا، فبلاش نحاول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1 لان احنا عندنا انجيوتنسين 2 كتير دلوقتي. ده كده بدايه السايكل، ودي اول حلقه من حلقات النيجاتيف فيدباك انهيبيشن اللي بيتعمل للانجيوتنسين 2. الحاجه الثانيه المهمه اللي نفهمها هي الانجيوتنسين 2 بيعمل ايه. الانجيوتنسين 2 هنا خلاص انجيوتنسين 1 اتحول بالانجيوتنسين كونفرتنج انزيم لانجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2 بيروح رايح الناحيه دي على الريسبتور بتاعه، ده الريسبتور الوحش اللي هو الانجيوتنسين 2 تايب 1 ريسبتور. الريسبتور ده بيعمل انجريز في البادي، بيعلي الضغط، ده سيفير فازو كونستريكتور، بيعمل لونج انجري، بيعمل انفلاميشن عنيف، بيعمل ليكي فيسل. ده الإفكت بتاع الانجيوتنسين 2 على الريسبتور ده. بس زي ما اتفقنا ربنا عمل لنا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم عن طريق الرينين سيستم، وكمان عمل لنا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم تاني عن طريق الشيء اللي قاعد هنا ده الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2. ده ببساطة بينهبت الانجيوتنسين 2، بيكسر الانجيوتنسين 2 فيظبط لي الضغط ويقلل لي الاند اورجان دامج اللي حصل منه. فده بقى اهم حلقه، ده اللي انا عايز اوصل له من بدري، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2. لان جيس وات، ده الانتري بتاع الكورونا فيروس. الكورونا فيروس بيسيب كل حته في جسمك ويدخل من الحته دي، تمام؟ لما هيدخل من هنا الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2 هو ده الريسبتور في اللنج اللي بيستقبل الفيروس. الريسبتور ده مش موجود بس في اللنجز، ده موجود في اللنجز في الرينال تيشو، وموجود بقوه في الكارديوفاسكولار سيستم وفي الهارت، ودي حاجه هنرجع لها بعد كده. يبقى ده الريسبتور اللي هو بيدخل منه على جسمنا، تمام؟ اوكي. طيب دكتور هشام، بما ان هو ريسبتور وموجود، ليه في اختلاف احنا شايفينه ملحوظ جدا في استجابه البني ادمين وبعضها للكورونا فيروس؟ ففي ناس بتجيلها بمصايب كبيره جدا وناس بتجيلها بحاجات بسيطه جدا. سؤال جميل. عشان نفهمه برضو لازم نفهم هو بيعمل ايه بالظبط، يعني هو ازاي بيعمل end organ damage. هو ببساطة بيتحد بالريسبتور اللي هو ACE2 ريسبتور. نتيجة الاتحاد ده هو بيبوظ الريسبتور ده، فكده الانجيوتنسين 2 مش هيتعمل له النيجاتيف فيدباك انهيبيشن اللي كان بيحصل له، فينتج عن ده ان الانجيوتنسين 2 هيعلى عندي في الدم، فالانجري بتاعه اللي هو الباد افكت بتاعه
من ناحيه كلونج انجري وانفلاميشن وسايتوكاين ريليز، كل الحاجات بتاعته هتبتدي ان هي ما يبقى لهاش انهبيشن فهتزيد. فايه اللي بيحصل بالظبط لما السارس كوفي 2 بيتحد مع الريسبتور؟ بيحصل ديسربشن وداون ريجوليشن لل ACE2 ريسبتور، بيحصل ديكريز ديستركشن للانجيوتنسين 2 فيزيد الهارمفول افكت بتاعه اللي هو انفلاميشن وسيل ديث واورجان فيلير وخصوصا ان ذا هارت اند ذا لنجز. واللي بيحصل كمان ان الفيروس بيتحد مع الماكروفاجز وبيطلع ماسيف سايتوكاين ريليز، بيعمل حاجه اسمها سايتوكاين ريليز سيندروم او السايتوكاين ستورمز اللي كان الكلام عليها في الفتره اللي فاتت كمن مسببات المرض. فيجي بقى نيجي لسؤالك دلوقتي، طب دلوقتي فلان جاله فلان جاله وبعدين هنا ده عدى عليه كانه دور برد عادي وده دخل في ريسبيراتوري فيلير وانتوبيتد، هو في ايه؟ هو احنا كلنا عندنا نفس العدد من الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2 في خلايانا ولا احنا مختلفين على بعض في الموضوع ده؟ كلنا عندنا لكن كلنا زي بعض لا. ال ACE2 present في البيبول كلها في كل الناس في كل البوبوليشن، بس الكوانتيتي فاريز على حسب الانديفيدجوالز وعلى حسب احنا بنتكلم على انهي تيشو وخلايا. فده بعض الايفيدنس بيسجست ان ال ACE2 بيبقى هاير في الناس الهايبرتنسيف والديابيتكس واللي عندهم كوروني ارتري ديزيز. فده احد الثيوريز اللي بتفسر هو ليه الناس اللي عندها هايبرتنشن وكوروني ارتري ديزيز الفيروس بيبقى عنيف قوي معاهم، في حين الناس اللي ما عندهاش كوموربيديتيز الفيروس بيبقى اقل عنف واقل شراسه معاهم. ده احد الثيوريز بتاعتها ان مش كلنا عندنا نفس العدد من الاي سي اي 2. طيب دكتور هشام، ده معناه هل الاي سي 2 ده موجود في الهارت وهل الكورونا ممكن دايركتلي يصيب الهارت ولا هو يعني كما كان بيتقال زمان ان لازم يبقى انت عندك اصلا حاجه في الهارت فهو يجي عليه ولا هو ممكن دايركتلي جيت تو ذا هارت؟ بص خلينا نوضح برضو حاجه تانية الاول قبل ما نسيب الحته دي. حكايه كميه الريسبتورز هي اللي بتحدد المرض هيبقى سيفير ولا لا، دي ثيوري زي ما اتفقنا، لكن الدنيا لسه مش كلير ولسه عليها كلام هل ده بيأثر على الفيرال لود ولا لا. فدي نقطه بس حبيت ان اوضحها قبل ما نكمل. نرجع بقى لسؤالك بتاع الايفكت دايركت على الهارت، خليني ادي لك شويه اكزامبلز كده من اللي كان حصل وريبورتد حوالين العالم في الفتره اللي فاتت. في ريبورت كده طلعت من الصين ومن ايطاليا بتقول لك ان في عيانين ماتوا من برايمري كاردييك بروبلم مش من هايبوكسيا، مع ان احنا كانت دماغنا كلها ان ده ريسبيراتوري فيروس فبيعمل ريسبيراتوري فيلير فهيموتوا من هايبوكسيا. لا، العينين ثبت ان هم ماتوا من برايمري كارديك بروبلم. كمان في عينين كريتيكالي ال اتعمل لهم سي تي تشست ولونجز وطلع ما فيش اي راديولوجيكال ايفيدنس ان عندهم اي مشاكل في السي تي في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللونجز، لكن العينين ستيل كريتيكالي ال وبسبب كورونا. فده معناه ان في حاجه تانية هي اللي باظت مش اللونج. الحاجه الثالثه ان في كريتيكالي ال بيشنت اتعالجوا والبالمونري فانكشنز بدات فعلا تتحسن وبعدين فجاه على داي 7 تو 10 دخلوا في هارت فيلير مع ان الريسبيراتوري سيستم بدا اوريدي يتحسن. فمن هنا بدات تظهر الثيريز بتاعت هو الهارت ماله ومال الكورونا. فدي احد البيبرز مثلا اللي طلعت واتنشرت في اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي بتتكلم على الاي سي اي 2 اكسبريشن في الهيومن هارت وان ده انديكيت نيو بوتنشال ميكانيزم على الهارت انجري في العينين اللي جالهم سارس كوفي 2. فمن ضمن الحاجات اللي هم كتبوها في الكونكلوجن هنا هو قال لك ان الاي سي اي 2 هايلي اكسبريسد ان هيومن هارت وده انديكيتد از ان انترستنج سستينابيلتي للهارت تو جيت سارس كوفي 2 انفكشن. فهو الريسبتور موجود وهو ده على الهارت وعشان ريبريزنتد فيري هايلي اكسبريسد فده بينتج عنه ان الفيروس بيبقى بي directly affect the heart. ودي كانت الثيوري behind ده. لقوا ان هو في high possibility ان الهارت attacks والprogression للsevere disease بتيجي بسبب الموضوع دوت. طيب لو يعني انا اتفضل يعني انا كده لو ما عنديش حاجه خالص وما عنديش heart disease ممكن الكوفيد 19 يعمل لي مشاكل في الهارت.
طب العكس لو انا اصلا عندي underlying heart disease. ما هي دي بقى هي دي بقى التريك، يعني هي دي الحاجه اللي احنا اللي في الكريتيكال ابريزل بنحتاج نركز فيها قوي، ان الاسوشيشن مش معناها الكوزيشن، في فرق كبير ما بين الاثنين. بمعنى ان لو عملنا سكريننج للعيانين بتوع لو عملنا سكرين للعالم هنلاقي ان مرض الهايبرتنشن مرض شايع جدا، وبعدين يجي الكوفيد فيصيب عيانين كتير هايبرتنسيف، هل هو اصابهم عشان الهايبرتنشن خلاهم بريديسبوز للكوفيد، ولا هو اصابهم عشان هم اصلا كتير؟ فبالطبيعي بالاحصاء هيجي الناس كتير فمنهم كتير هايبرتنسيف فهيجي لكتير هايبرتنسيف. هي دي الحاجات اللي بيتكلموا بقى فيها من ناحيه، هي دي الحته اللي بتدرس دلوقتي. فدي احد الاستادز، دي من اكبر الاستادز اللي طلعت في حته البريديسبوزنج فاكتورز والديث اسوشيشن. دي اتعملت في الصين، ده ريبورت اتعمل على اكتر من 72 الف حاله. فبص طلع منه ايه، قالك اول حاجه الكيس فيتاليتي ريت في الكريتيكلي ان ويل بيشنتس حوالي 50%. الكيس فيتاليتي ريت اليفيتد امونج ذوز وذ بري اكزيستينج كوموربيد كونديشنز، اللي عندهم كوموربيديتيز ال الكيس فيتاليتي ريت بتاعتهم طلعت اعلى. طب الكاردياك بيشنتس منهم طلعوا قد ايه؟ 10%. بمعنى ان لو انت عندك كارديوفاسكولار كونديشن المورتاليتي ريت بتاعتك هتزيد 10 مرات مقارنه باللي ما عندوش بري موربيد كونديشنز. والانترستنج اكتر في الموضوع دوت ان لو بصينا على الكرونيك ريسبيراتوري بروبلمز هنلاقيهم بيزودك 6 اضعاف، بيزودك 6 مرات كومبيرد للي ما عندوش. يعني ان انت يكون عندك كاردياك كونديشن ويجي لك كورونا ده أسوأ بمراحل من ان يكون عندك لانج كرونيك لانج كونديشن ويجي لك كورونا. ودي كانت احد المفاجآت اللي طلعت من البيبر دي. مفاجأة كبيرة بصراحة. بالظبط، يعني وبعدين الفرق مش بسيط، احنا بنتكلم في اولموست الدبل افكت، يعني ده 6 وده 10، فاحنا تقريبا ضعف الخطوره رغم ان الكورونا بيسوق له كمرض ريسبيراتوري. بالظبط، مع ان هو كارديو ريسبيراتوري، يعني هو بيصيب الاثنين. واللي بيدلل اكتر على 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 قوه الورقه دي ان بعد كده جت الامريكان كوليدج اوف كارديولوجي ونزلت الكلينيكال جايدنس بتاعها للكارديوفاسكولار كير تيم، وكتبت فيه كده بالظبط، كتب نقلت من الورقه دي، كتبت ان الكيس فيتاليتي ريت مع الكونديشنز دي بيزيد بالنسب دي الكارديوفاسكولار زي ما هم قالوا بالظبط 10 10.5، الكرونيك ريسبيراتوري ديزيز 6.3، الكانسر 5.6، فاسواهم الكارديوفاسكولار كونديشن. فكون ان انت يبقى عندك كرونيك كارديوفاسكولار كونديشن، كرونيك كارديوفاسكولار ديزيز ويجي لك عليه كورونا فيروس انفكشن، دي واضح انها حاجه وحشه. نكمل تاني، هنلاقي برضو البيبر دي طلعت من الصين، بتتكلم على الكلينيكال كورس والريسك فاكتورز فور مورتاليتي ان ادلتس ان بيشنتس وذ كوفيد 19. اللي عملوه هنا هم عملوا ايه، هو بصوا على الكوموربيديتيز كبرسنت، فقال لك ان الكوموربيديتيز لقوها في حوالي نص العيانين، يعني هو نص العيانين 48% من العيانين كان عندهم كوموربيديتيز. وبعدين عملوا اناليسز للكوموربيديتيز لقوا ان الهايبرتنشن كان هو اكتر حاجه لقوها بنسبه حوالي 30%، فولود باي دايابيتس، فولود باي كورونري ارتري ديزيز حوالي 8%. يعني لو جمعنا هايبرتنشن وكورونري ارتري ديزيز الكارديوفاسكولار، الحته الكارديوفاسكولار في الموضوع، هنلاقيهم اعلى حاجات بنسبه حوالي 38%. تاني، هل ده عشان العيانين اللي عندهم الكونديشنز دي مور سسبتبل ان يجي لهم الكورونا، ولا عشان الامراض دي امراض شائعه؟ انا هسيب السؤال ده ليكم دلوقتي، لكن هو هنرجع له قدام شويه. نفس البيبر بتقول هنا ان صحيح لقوا ان الموست كومن كومبليكيشنز كانوا سبسيس فولود باي ريسبيراتوري فيلير فولود باي اي ار دي اس وبعد كده هارت فيلير. بس هو لو ركزنا في الهارت فيلير هنلاقي الهارت فيلير لوحده موجود في 23% من الحالات الكوفيد 19 كونفيرمد، ولقوه في 52% من الديثس في مقابل 12% من اللي عاشوا ما كانش عندهم، فنسبة كبيرة جدا. بيبر تانية بتقول ان الكلينيكال بريدكتور بتاعت بتقيس الكلينيكال بريدكتور بتاعت المورتاليتي نتيجة الكوفيد 19 بيزد على اناليسز ل 150 عيان، وتاني جاية من ووهان في الصين. فلما درسوا الكوزس اوف ديث
في ال 68 واحد اللي ماتوا لقوا ان 53% منهم كانوا بريسباراتري فيلير، لكن في 33% كانوا بريسباراتري اند مايوكارديال دامج، وفي 7% كانوا كاردياك بيور. وكتبوا كده صراحه في البيبر في الديسكشن والاناليسيس: It should be noted that patients with cardiovascular disease have a significant increased risk of death when they are infected with SARS-CoV-2. فده بيهايلايت خطورة ان انت يبقى عندك cardiovascular background ويجيلك عليها on top COVID-19. هزود بس هنا واختم بالحتة دي عشان البيبر دي مهمة قوي. هي اهمية البيبر دي انها نزلت في 2004، دي كانت جاية بعد السارس ما بدأ، وكانت بتدرس الهيستوري بتاع الانفلونزا فيروسز and the heart. فقالوا ايه؟ قالوا ان في سنة 1918 في البانديميك بتاعت الانفلونزا الكارديوفاسكولار ايفنتس which followed influenza symptoms by 7 to 10 days have exceeded other causes of mortality. الناس كانت بتموت من cardiac problems بما فيها كانت فوق كمان السوبرمبوز نيمونيا، فالمين كوز اوف ديث كان كارديوفاسكولار. ولقوا ان الانفلونزا فاكسين قلل الريسك اوف برايمري اند سيكندري كاردياك ايفنت، فعشان كده كانوا حاطينها كهاي برايورتي ان الانكريز فاكسينيشن ريت للعيانين اللي هم عندهم preceding cardiac conditions لازم يبقوا vaccinated كوسيلة للبروتكشن من الكومبليكيشنز بتاعت الانفلونزا in the future. ويمكن ده يكون احد الدوافع الرئيسية اللي مخليه الناس دلوقتي rushing على انها develop vaccine، لانه مش بس عشان الناس ما يجيلهاش المرض، لا هو عشان بيقلل الوفيات نتيجة الكارديك events بمراجعة البيبر دي من تاريخ الانفلونزا. دكتور هشام بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه السيشن دي كان فيها بارادايم تشينج كده رهيب جدا، بين ان احنا طول الوقت بنتكلم عن ريسبيراتوري ديزيز والناس عماله تتعلم في فنتيليتور وازاي تستخدم الفنتيليتور، ويجي بارادايم تشينج يقول لنا ان this disease could be a cardiovascular disease ان ما كانش more than pulmonary disease لكن هو at least an equal to being a pulmonary disease is cardiovascular disease. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واحنا مش عايزين نطول على حضرتك ونطول في السيشن عشان الزملاء اللي بتفرجوا، لكن دي اول سيشن عندنا، واحنا ان شاء الله لسه عندنا سيشنز كتير بما ان طلعت المفاجاه وطلع عبده الجنايني هو السايق وطلع الكارديو وهو المشكله الاكبر، فان شاء الله عندنا سيشنز كتير ان شاء الله مع الدكتور هشام بنتكلم فيها اكتر عن هذه المفاجاه الكبرى وازاي الكارديولوجيكال كومبليكيشنز اوف كوفيد 19 وعلاقه الكوفيد 19 بالاي سي اس اللي هو ناس كتير جدا وبقت تبريزنت از ان اي سي اس وفي الاخر نكتشف ان هي كوفيد 19، وبعديها ان شاء الله يبقى عندنا كلام اكتر عن كمان الميديكيشنز وعلاقتها ب القلب وميديكيشنز القلب على كوفيد 19 والعكس ميديكيشن الكوفيد 19 وعلاقتها بالقلب. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر الدكتور هشام جدا جدا جدا، وبشكره على هذه المفاجأة العظيمة ان الجنيني طلع الهارت مش البلمونري. والله وحشتنا النكت بتاعك. شكرا جزيلا. العفو يا باشا، تسلم.